لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينساه، ودايما يفكرني بيك الغياب، ودايما يفكرني بيك الغياب. كل ما بقدر يوم انساك برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشانك، رد يا بغل طلع عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب، لانك حبيبي وحلم اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكر بيك الغياب. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور وعمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا ولا مرة قلنا كفاية، ولا حتى يقدر يفرقنا موت. بشوفك معايا ولو مش معايا، وادور وادور عمري يفوت، تعبنا بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لانه عشان، راضي يا ابو قلبي انه معاك. ابعدي ادم عن جميله يا بيرتا. وما تبعدوش انت ليه يا مدحت؟ حاولت وما قدرتش. اول مره احس اني ماليش كلام عليه. عارف ليه يا مدحت؟ لاني ادم المره دي بيحب بجد، بيحب من قلبه. هو ايه اللي يحب بجد ويحب من قلبه؟ انت ناسيه انه متجوز؟ لا مش ناسيه، وللاسف هو ده اللي تعبني. اتجوز الانسانه اللي انت ضغطت عليه اني ارتبط بيها. انا اخترت له الانسانه اللي مصلحته معاها. لا معلش، اللي مصلحتك انت مع ابوها. يا سلام،
وايه بقى الفرق بين مصلحتي ومصلحه ابني؟ مصلحتي ومصلحه ابني حاجه واحده. مش هينفع يا مدحت، لاني ادم بيفكر بقلبه وانت بتفكر بس بعقلك. يعني ايه يا بيلا؟ عايزاه يطلق بنت اخو الوزير ويتجوز جميله؟ ومين قال لك ان عايزاه يعمل كده؟ اوعى تفتكر ان نهى مش صعبان عليا، بالعكس نهى وادم الاتنين صعبانين عليا، لانهم ضحيه حساباتك، حساباتك اللي عمر الحب ما دخل فيها. خلاص انت تبعدي جميله دي عننا كلنا، ابعديها عن البيت يا بيلا. للاسف المره دي ما ينفعش يا مدحت، زمان غصبت عليا ان اتخلى عنها، لكن دلوقتي بعد ما لقيتها مش مستعده افرط فيها ابدا. يعني ايه؟ جميله عندك اهم من جوزك وابنك وبيتك؟ لا يا مدحت انا ما قلتش كده، بس جميله دين في رقبتي لازم اسدده. اوعى تفتكر لو بعتها عن البيت ادم كده هينساها بسهوله، بالعكس ده هيقرب منها اكتر واكتر كمان. والحل؟ معلش بقى، الحل في ايد حضرتك المره دي، انت اللي عملت المشكله دي، انت اللي ضغطت عليه يتجوز واحده هو ما بيحبهاش حتى لو كانت هي اللي بتحبه. عن اذنك يا مدحت. بيحبها وبتحبه. تعالي يا جميلة شوف المنيو الجديد اللي أنا عملته. حلو قوي يا وفاء. يعني تفتكر هيعجب حسام؟ آه طبعًا، لأنه أحلى من المنيو اللي موجود. حسام بيشجعني قوي يا جميلة، نفسي أكون على قد ثقته فيا. وأنتِ متأكدة إنها ثقة وبس؟ يعني إيه؟ يعني شايفاكي مشغولة بيه قوي من ساعة ما جيتي المطعم. طب ومش شايفة أي حاجة من ناحيته هو؟ شايفه هو كمان مشغول بيكي ومبسوط قوي ان انتي معانا. بجد يا جميله؟ يعني مش بيتهيألي؟ انتي لحقتي تحبيه بسرعه كده؟ مش عارفه بقى ده حب ولا ايه، بس من ساعه ما سيبنا اسكندريه وجينا هنا وانا شايفاه احسن راجل شفته في حياتي. هو ده الحب يا وفاء، انك تحسي ان الدنيا دي كلها ما فيهاش غير راجل واحد اتخلق عشانك وانتي اتخلقتي علشانه. كأنك بتتكلمي عن آدم. يعني ايه اللي حصل؟ بقالك كام يوم ما جبتليش سيرته يعني؟ اخر مره كنت عندهم في الفيلا حسيت ان هو مخبي عني حاجه مهمه جدا، عشان كده ما رحتلهمش تاني. ما قدرتش. طب هو ما كلمكيش؟ كلمني بس برضه حسيت في صوته انه مخبي حاجه. حاجه ايه بس؟ مش عارفة، بس نظرات أبوه ليا كانت بتبعت رسالة واضحة جدا، ابعدي عن ابني لأني لا يمكن هسيبهولك. كل ده عشان مرضيش يخلي آدم يوصلك بعربيته؟ هي دي كمان كانت رسالة أقوى كمان من نظراته ليا. والله يا جميلة أنت مزوداها حبتين. أنا كمان كنت فاكرة كده في الأول، قلت جايز لما يلاقيني ما رحتلوش يحاول هو يقابلني، بس ما حصلش. جميلة الغايب حجته معاه. أقنعتك تسيبنا وتروح لها مش كده؟ لا ابدا يا بابا، انا اللي صممت اني ارجع اقعد معاها بعد ما شفت الحيوان ده وهو بيضربها. خايف ارجع لها تاني؟ اكيد يا بابا، واحد بالاخلاق دي ممكن يعمل اي حاجه. مش هي اللي اتجوزته؟ معلش يا بابا، انا مش قادر احسبها على غلطتها دلوقتي، وخصوصا وهي مصره انها تطلق منه. اه تطلق منه عشان تلحق تشوف واحد غيره مش كده؟ لو سمحت يا بابا بلاش تتكلم معاها بالاسلوب ده، على الاقل قدامي. يعني عاجبك كل الفضايح اللي بتعملها لنا كل شويه دي؟ يا بابا انا صعبان عليها دلوقتي اكتر من اي وقت فات، والفضايح اللي حضرتك بتتكلم عنها دي كلنا سبب فيها. ازاي بقى؟ يا بابا كلنا بعدنا عنها وعاقبناها بعد اول جوازها، زي ما يكون ما كانش من حقها انها تتجوز بعد ما طلقتها. كانت فاكره انها ممكن تبدا من جديد وتعمل اسره وتعيش،
واضح انها صعبان عليك اهو. المفروض تصعب عليك انت كمان يا بابا. انا طلقتها ومش حاجة لها. انت طلقتها يا بابا بس هي لسه ام ولادك. بعد اذنك شريف هتبقى تيجي تسال علينا مش كده؟ اكيد يا بابا. اليومين اللي جايين احنا كلنا محتاجين نسال على بعض. بعد اذنك. سايبني في وقت صعب قوي يا شريف. معلش ماما محتاجاني اكتر. ما تستغربيش انا نفسي مش عارف انا اتغيرت ليه كده. الظاهر الخبطه اثرت على دماغي. ما انا مش خايفه غير من التغيير ده. ما تخافيش انا لسه هقعد معاكي. خدي بالك من نفسك. ازيك يا مها؟ ما انت بتعرف تظبط مواعيدك اهو، ولا عشان النهارده جاي تستلم التشيك بتاعك؟ على الله بس استلمه. استاذ مدحت منصور هنا. اوكي. اتفضل. ابراهيم مستنيكوا. مش تيجي معايا ولا ايه؟ لا لا لا، انا مش عايزاه يلاحظ اي حاجه، كفايه الزن اللي زنيته عليه عشان يمضيك التشيك ده من ساعه ما جه من السفر. اوكي. تفضل. صباح الخير. صباح النور. انت مها مش كده؟ ايوه مها. مين حضرتك؟ انا ليلى. اكيد ابراهيم بيكلمك عني. اهلا وسهلا مدام ليلى. اتفضلي. الحقيقه زينه هي اللي حكيت لي اكتر من ابراهيم بكتير. حبيبتي وحشتني قوي. بس هي ما بتجيش. ما انا عارفه. انا جايه لابراهيم بيه. غريبه، ما قاليش انه عنده ميعاد يعني. ما انا لسه نازله من الغردقه، حبيت اعملها له مفاجاه. اوكي، ممكن تستني معايا شويه بقى، هو عنده ميتنج ومش هيطول. تحبي تشربي حاجه؟ لا ثانك يو. والله يا ابراهيم بيه وحشني، بقالي اسبوع مش عارف اقابلك. معلش انا من ساعه ما رجعت من الغردقه والدنيا مقلوبه عندي. وانا كمان الدنيا مقلوبه عندي بسبب الشيك اللي اتاخر. في الحقيقه مدحت بيه مش بس الشيك هو اللي اتاخر. تقصد ايه يا ابراهيم بيه؟ الناس بتوعي نزلوا الموقع اكتر من مره وقالوا لي الشغل ماشي برتم بطيء جدا. ما هو بسبب الشيك اللي اتاخر. الله، معنى كده انك شغال بفلوسي انا بس؟ انا شغال بفلوسي قبل فلوسك، بس في اولويات لازم اهتم بيها. خلاص اديني بقى مهل اسبوع اشوف اولوياتي انا كمان. بالطريقه دي انا هضطر اوقف شغلي وده مش كويس على سمعه المشروع. سمعه المشروع احنا الاثنين مسؤولين عنه، ما تنساش ان معانا شريك ثالث. والله فهمي بيه ما تاخرش عن حاجه لغايه دلوقتي. يبقى خلاص نقعد مع بعض احنا الثلاثه نشوف الشغل هيمشي ازاي في المرحله الجايه. أنا اديت إبراهيم خبر وهيقابلك حالا، اتفضل. ميرسي. ليلى هانم. إبراهيم بيه. إيه المفاجأة الجميلة دي؟ يا رب تكون حلوة بجد. طبعًا حلوة وأكيد حلوة، اتفضلي. احنا على التليفون زي ما اتفقنا. ان شاء الله.
ايه في ايه؟ في انت؟ ما رضاش يديني شيك، قال لازم نقعد مع فهمي حسان الاول. تعرفها منين يا مدحت؟ هي مين؟ الست اللي كانت هنا، ليلى هنا. معرفهاش. يا سلام، ده انتوا اول ما شفتوا بعض وشوك اتقلب انتوا الاثنين. بيتهيألك، وسلام بقى، مش هينفع نتخانق هنا. وحشتينا قوي. وانتوا كمان، كنت عارفه ان انتوا هتوحشوني، بس مش للدرجه دي. عشان كده نزلتي بدري عن الميعاد اللي قلتي لي عليه؟ أول مرة أبقى نازلة من الغردقة وأحس إن أنا عندي حاجة حباها قوي في القاهرة. أنتِ حلوة قوي يا ليلى. أنا قلت حاجة غلط؟ لا بالعكس، أول مرة تقول لي ليلى حاف كده. هعمل إيه بس؟ ما أنا حاسس إني عارفك من 50 سنة مثلا. لا لا لا، مش قوي كده، ما تكبرنيش. زينة بتسرق عني كل يوم. أديني يا سيدي قاعدة لها 5 أيام بحالهم. أنتِ متأكدة إنهم 5 أيام؟ ما تخافش، مش هيقلوا عن كده. أنا عايزهم يزيدوا. سيبها للظروف. خلاص نتعشى احنا الثلاثه عندي النهارده بالليل في البيت. لا بلاش البيت دلوقتي، خلينا نتعشى انا وانت وزينه في اي مطعم انتوا تختاروه. هقول لك الكلام ده بكره بقى، لو عرفت انك هنا مش هسيبك في حالك. ابراهيم، هو الراجل اللي انا شفته معاك بره من شويه، انت تعرفه من امتى؟ مدحت منصور، معرفه من كام شهر كده، دخلنا شراكه في مشروع سكني. طب خد بالك منه، ما تأمنلوش قوي. أنا مش فاهم، أنت تعرفيه؟ من كام سنة كده كان عاوز يشاركني في الأوتيل بتاعي، بس أنا حسيت إنه راجل مش دغري كده وبيحب مصلحته بس. أنا جبت لك دراسة الجدوى، يا ريت تطلع عليها بسرعة وتديني رأيك. بس كده؟ بسيطة. إيه، هو أنت هتقراها دلوقتي ولا إيه؟ أنت مش قلتي بسرعة؟ كفاية هزار يا مدحت بقى. ما بهزرش. يا ليلى اعتبريني شريكك من دلوقتي، من غير ما أقرأ الملف ده خالص. إزاي بقى؟ عشان بحبك وعايز أشاركك في أي حاجة. مدحت إحنا في الشركة. مين قال لك اني مانع الحب في الشركه؟ بس انت قلت لي النهارده ان احنا هنتكلم في الشغل وبس. الله، ما هو ده شغل برضه، امال ده ايه؟ يعني ايه؟ يعني نبقى شركه في الاوتيل وفي نفس الوقت نبقى شركه في حياتنا. ايوه بس انت متجوز. وايه يعني؟ المهم ان انت مش متجوزه. بس انا مستحيل اخدك من مراتك واولادك. ما خطفتيني يا ليلى، خلاص واللي كان كان. فيك ايه يا مدحت النهارده؟ انت مش على بعضك. وهفضل مش على بعضي كده على طول لغايه لما توافقي، ويوم جوازنا يبقى هو اليوم بتاع حجر الاساس بتاع شركتنا. اتفضل يا مدحت بيه. مدحت بيه، حضرتك وصلنا الشركه. مش معقولة حلاوتك النهاردة. بس جايز ما يبقاش ده كلامك بعد ما تعرف ملحوظاتي على العقد اللي انت بعتهولي مع المحامي بتاعك. يا ملحوظات كتيرة ولا ايه؟ لا، ملحوظة واحدة. نسبتك في الشراكة صغيرة قوي. انت عارف انا حاطط باقي السيولة اللي عندي في مشاريع تانية. ايوة، بس انت حاطط لنفسك نسبة في الارباح اكتر من نسبتك في رأس المال. لأني داخل بمجهودي كمان غير الفلوس بتاعتي، فالفرق بين الاتنين يديني النسبة دي. بس أنا محتاجة سيولة أكتر من أنا محتاجة وقت ومجهود. بس عليك يا ليلى، أنت بتعملي فرق بيننا بعد لما خلاص. لا لا لا، أرجوك يا مدحت ما تدخلش العلاقة اللي ما بيننا في الشغل. بس أنا ما أقدرش أدفع أكتر من المبلغ اللي أنا دافعه.
يبقى خلاص تديني فرصة أدور على شركة تانية يدفع أكتر. وما تزعلش مني يا مدحت، العلاقة اللي ما بيننا حاجة والشغل حاجة تانية خالص. خرجت يومها من عند مدحت وانتي حاسة انك ممكن ما تشوفيهوش تاني، وفعلا كانت آخر مرة تشوفيه من 4 سنين. عرفتي انه ما كانش بيحبك زي ما فاهمة، كان بيحب مشروعك اللي كان فاكر هتديله نصه لمجرد انه هيكون جوزك في السر. استغل وحدتك بعد طلاقك وفشلك في انك تكوني ام، حاولي بيعلك مشاعره الكذبه قصاد الفلوس اللي هكسبها من وراكي. حمدتي ربنا انك عرفتي على حقيقته، وما كنتش عارفه انك هتشوفيه تاني بعد 4 سنين عند ابراهيم. يا ترى ليه ظهرت تاني يا مدحت في الوقت ده بالذات؟ خايفة منك على إبراهيم أكتر ما كنت خايفة على نفسي. أيونين أنت فين؟ ما جيتش لحد دلوقتي ليه؟ ليه أنا تعبان ومش قادر أنزل. هتنزل عشان وحشتيني، وأكيد أنا كمان وحشاك. ساكت ليه؟ معلش يا ناني، مش قادر أجي النهاردة، ممكن بكرة. سلام. عزة، هي عزة ما بتديش عليا ليه طول اليوم؟ لا اصلي عامله الموبايل سايلنت طول ما انا في الشغل، الاجتماعات هنا ما بتخلصش. بص انا داخله دلوقتي على سيمينار، ممكن بعد ما اطلع اعرف اكلمك. سوري يا حبيبي، باي. بتعملي ايه يا ليلى عند ابراهيم مجاور؟ وايه علاقتك بيه؟ طبعا مش هقدر اساله عنها، وبرضه مش هقدر اسال مها عشان ما تشكش فيا اكتر. يا ترى ليلى ممكن تتجنن وتقوم ابراهيم عليا؟ واضح ان ما ينفعش اخسر فهمي حسان في الوقت ده بالذات. ما هو مش معقول يبقى ابراهيم وفهمي في خبطه واحده. عشان كده ادم لازم يرجع لنوها باي طريقه وباي ثمن، وطبعا مش هيرجع لها غير لما الاول يخلص من جميله.
ده اللي حصل من 18 سنة. الساعة الجميلة ما سابتنا لغاية ما رجعت تاني. يا نهى، أنا ساعات بسأل نفسي يا ترى أنا غلطت لما رفضت إن جميلة تتربى وسط الولاد. ليه يا أنكل؟ هو حضرتك كنت عايزها تعيش مع آدم في بيت واحد ولا إيه؟ يمكن ساعتها كانوا اتربوا مع بعض زي الإخوات، ما كناش عانينا من الأحاسيس دي. أحاسيس إيه؟ هو آدم لسه بيحبها يعني؟ مش بالظبط يعني، مش زي ما أنت فاكرة. مجرد بتفكروا بس بذكريات الطفولة الجميلة. هو اللي قالك كده؟ آدم ابني وأنا عارفه كويس. طب كويس قوي. وأنا بقى إيه المطلوب مني دلوقتي؟ شوفي يا نهى، آدم جوزك وأنا عارف إنك مش هتفرطي فيه بالسهولة دي. ومش هفرط في كرامتي برضو يا أنكل. كرامتك عندي يا حبيبتي أغلى من أي حاجة. شوفي يا نهى، هي مش عارفة إنه كتب كتابه. وده هيفرق معايا في إيه؟ مش تفرق معاك أنت، هتفرق معاها هي. أنا عندي فكرة وأتمنى إن أنت تساعديني فيها، بس أرجوكي مش عايز بابا يعرف أي حاجة، مش عايز أقلقه ولا أتعبه معانا. مدام قال لك عنده كلام عايز يقولهولك يبقى اكيد هيعترف لك انه بيحبك. ما هو ده اللي مخوفني وده اللي مصحيني لغايه دلوقتي. خايفه ليه بس؟ انت عارفه كويس قوي مامته بتحبك قد ايه، وعارفه كمان انه بابا رافضني. كل ده عشان ما خلوش يوصلك يوم ما كنت عندهم؟ لا، كل ده عشان انا فاهماه كويس. انا متاكده انه بيدور لادم على بنت غنيه زيه ويمكن اغنى كمان. وهو ادم ده ايه؟ ملوش راي. لو بيحبك بجد هيصمم عليكي ومش هيتجوز حد غيرك. آدم عمره ما زعل بابا، وانا خايفه اكون سبب اول مشكله بينهم. نفسي مره واحده تفكري في نفسك. انا خايفه ابقى بفكر في نفسي زياده عن اللزوم. اه صحيح، حسام اتصل وسال عليكي. عليا انا؟ ليه؟ كان عايز يعرف انتي ليه ما خليتوش يوصلك امبارح. قلتي له ايه؟ لو معرفش يبقى اسالها بنفسك. تلاقيه بيتحجج باي حاجه عشان يسمع صوتك. انت شايفه كده؟ عيب، ما بقاش جميله. بس بجد يا جميله، انت ليه ما خليتهوش يوصلك؟ قلت فرصه تستفردي بيه، ممكن يقولك اللي جواه. يعني انت متاكده من اللي جواه؟ قريب قوي هتقولي جميله قالت. يعني ممكن انا وانت نتخطب في يوم واحد، انا وحسام وانتي وآدم. مش عارفه يا وفاء، انتي وحسام سهله شويه، لكن انا وآدم هي دي اللي صعبه. جميله، ان شاء الله خير. أنا بقالي نص ساعة مستنية، ده كتير قوي. أنا آسفة يا مدام، ميت هتبيع عطاله في البنك ولسه خارج من شوية، عموما البنك قريب قوي من هنا. لا أنا لازم أمشي. لا أرجوكي، ده منبه عليا ما سيبكيش تمشي لغاية ما يجي. طب قولي له بقى إنه لو كان احترم ميعاده كنت أنا كمان احترمت ميعادي. زمانه على وصول. صباح الخير. صباح الخير، عامل إيه؟ المدير بتاعكم زعل ضيوفه ليه؟ متأخر غصب عنه، ودي أول مرة والله. فاهم يا حسان، شريك مدحت بيه في مشروع جديد. اهلا وسهلا يا فهمي، حضرتك غني عن التعريف. مع اني كنت عايز التعارف ده يكمل. مها مجاور اخت ابراهيم مجاور ومديره مكتبه. اهلا وسهلا، وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ اه شفت حضرتك في الخطوبه بتاعت نهى على ايد. مظبوط، انا كنت فاكر ان ابراهيم بيه هيحضر معانا الاجتماع بتاع النهارده.
الحقيقه ابراهيم غصب عنه اضطر ان هو يسافر اسكندريه يخلص شويه ورق كده في الجمارك، انا هحضر بداله النهارده. انا يا جماعه انا اسف قوي على التاخير. اهلا فهمي بيه. اهلا بيك. اهلا مدام مها. اهلا. تعرفتوا على بعض؟ طيب اتفضل. اتفضل حبيبي. كمان بتقفلي؟ انا تلاجه سبع ادم؟ ماشي يا دينا، انا هوريك يا دينا. ايه ده يا باشمهندس، انت بتكلم نفسك؟ لا ده انا بتكلم في التليفون، في حاجه؟ المهندس ادم موبايله مقفول ومتحب يسالني عنه، قلت له ما اعرفش هو فين، قام قال لي اجي واسالك عنه. وانا كنت خلفته ونسيته؟ في اجتماع دلوقتي في مكتب متحب بيه وكان لازم المهندس ادم يحضره. اتفضل بقى حضر تصميمات المشروع واحضره بداله. تصميمات المشروع واحضره بداله، هو اليوم باين من اوله. اتفضل اتفضل، انا جاي وراك يا حاج. تصميمات ومشروع من اوله. ماشي يا ادم، شوف اخرتها معاك. بقى معقول يا مدحت نبقى شركة في مشروع واحد ونتقابل ناس ببعض غير دلوقتي؟ اعمل ايه بقى؟ ابراهيم على طول مشغول، ده انا حتى كنت فاكره جاي النهارده. الحقيقه انا حضرت كل المعلومات في الورق ده. واضح انه بيعتمد عليكي في كل حاجه. مضطر، ما عندوش اخت غيري. ربنا يخليكوا لبعض. ميرسي. صباح الخير. صباح. هو ادم لسه ما وصلش؟ لا لسه، بس انا معايا التصميمات كلها وسايبها لي. اوكي. طبعا كلكم عارفين باشمهندس عصام كان زميل ادم في الجامعه ودلوقتي اللي ماسك كل التصميمات معاه. طبعا تقابلنا قبل كده. فرصه سعيده، نورتونا. اهلا وسهلا. طب ايه رايكم نكسب وقت نبص على التصميمات يا جماعه؟ اوكي. اوكي. ده الدور الارضي هيبقى بجنينه، وده اتفضل يا فندم. استنى استنى استنى. العربية الوحشة دي اللي معطلاكي بالشكل ده؟ مش عارفة، مش عايزة تدور ليه؟ مع إني لسه جايباها من السيرفس. سيبيها زي ما هي والمفتاح فيها. يا أستاذ سيد. أمورنا يا فندم. تدور عربية الهانم بأي طريقة، توديها الصيانة وترجعها كأنها جاية من الفابريكا. تحت أمر سعادتك. سيبي له رخصة العربية لو سمحتي. رخصة أوريدي في العربية. اتفضل يا أستاذ سيد. ده كتير قوي يا فهمي بيه. كتير أنا أشوفك واقفة في الشارع متعطلة من غير ما أساعدك. بصراحة أنا مش عارفة أقول لك إيه. ما تقوليش حاجة. أنت تيجي تركبي معايا وأوصلك البيت، أستاذ سيد هجيب لك العربية لحد عندك. معقولة هتسوق لحد 6 أكتوبر؟ مش مشكلة، في طريقي. هو حضرتك كنت رايح فين؟ مهندسين. دمك خفيف أوي يا فهمي. أنت ضحكتك جميلة جدا. اتفضلي معايا. تلت ساعة والأكل هيكون جاهز يا فندم. اوكي براحتك. اوكي. باين عليك مش جعان. لا أبدا، أنا بس يعني قلت على ما الأكل يجي نتكلم شوية مع بعض. الكلام المهم اللي قلت لي عليه امبارح؟ آه. طب اتفضل أنا سامعاك. أول مرة أحس إن الكلام صعب قوي كده. للدرجة دي؟ مش عارف أبدأ منين بالظبط وأقول إيه. ما تخافش وأنت بتتكلم معايا، مش هفهم غير اللي أنت عايز تقوله، حتى لو ما عرفتش تقوله. يعني هتفهميني من غير ما أتكلم؟ مش ده اللي حاصل من ساعة ما اتقابلنا تاني بعد 18 سنة؟ مش عارف ذنب مين فينا ان احنا نبعد عن بعض السنين دي كلها. مش ذنب حد، ربنا هو اللي عايز كده.
كنت اعرف اني اشوفك تاني يا جميله كان زمان في حاجات كتيره قوي اتغيرت. الدنيا علمتني اني اعيش مع اللي حصل، ما عادش افكر ايه اللي كان ممكن يحصل. يا ريت اعرف اعمل زيك كده. طب وايه اللي منعك؟ يعني ساعات الحاجات اللي بتحصل لنا بتكون اقوى بكتير من اللي نفسنا فيه. قلقتني، انت عايز تقول ايه؟ انا بحبك يا جميله، بحبك قوي، وعمري ما حبيت حد غيرك، ولما رجعت لي تاني اكتشفت اني ما حبيتش حد غيرك طول الفتره اللي فاتت دي. من يوم ما اتولدتي وانا حاسس انك مولوده ليا انا، وانا كمان بحس ان انا اتخلقت عشانك انت. ايه كلامي ضايقك؟ لا بالعكس، من واحنا صغيرين بنحب بعض، حتى قبل ما نعرف يعني ايه حب. ما كنتش بحب في حياتي غير انت وبابا وماما، وفجأة اتحرمت منكم انتوا التلاتة. كنت عارفة انهم خلاص راحوا ومش ممكن هيرجعوا لي تاني، بس كنت حاسه اني هشوفك تاني، مش عارفه فين وامتى وازاي، بس كان احساس بيكبر جوايا، كان بيقويني في اكتر لحظات ضعفت فيها. الدنيا دي خدت مني حاجات كتير قوي، بس ادتني شويه حاجات صغيره عوضتني بيها. ويا ترى بقى انا من الحاجات الصغيره دي؟ انت اجمل حاجه فيها. يعني بتحبني زي ما بحبك؟ مش عارفه بحبك ازاي، بس متاكده انه خلاص ما بقاش ليا اي حد غيرك.